بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا العمدة على البركة والتوفيق. ينطلق أيضا شوط آخر، شوط قوي، شوط مثير، شوط يحمل في طياته الكثير والكثير. آخر رقم في هذا الكشف 57، ما شاء الله على هذه الانطلاقات وعلى هذه الأعداد الكبيرة والمشرفة والمتشرفة في آن واحد بالمشاركة في ميدان الوثبة. مباشرة مع الصدارة الأولى الظبي محمد بن حميد بخنيفر الكاسبي على مقدمة الشوط، بينما تليها مباشرة أيها الأخوة هنالك أحكام راشد بن سعيد بن منان الاكتبي على المركز الثاني، الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث وهذا الاسم الكبير الظبي رغش بن طبازة بن الدودة العامري على المركز الثالث. أنتقل بدوري إلى المركز الرابع، المركز الرابع والوصول من أغادير محمد بن عتيق بن شامس العامري على المركز الآن الرابع، والتسلل القوي هنالك وصول وانتقال قوية وإثارة ومتعة من قبل الحذرة محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري إن كانت تحمل رقم 15، بينما هنالك بالفعل الطيارة وصلت جابر بن راشد بن محمد الهاجري مع المركز السادس. هنالك وصول وصول من شعار معروف جيدا، هنالك صعائب ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي تصل بقوة وبإثارة، بينما هنالك الوصول من الغزيلة سلطان بن علي اليبهوني الظاهري واصل بقوة، مشاركة مشرفة الحقيقة اليوم كغيره من الأيام التي مضت، بينما هنالك سرابة محمد بن علي بن سعيد الدرعي وصول وانتقال من هملولة، سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزن أحمد بن علي السبوسي وصلت، وكذلك سرابة محمد بن علي بن سعيد الدرعي، وكذلك الأسماء الملاحقة والشعارات من غزة هذه هي فلسطين تحيي الجماهير، محمد بن مسلم بن الزفنة العامري، ولكن أعود مع المقدمة، أعود بعد زعفرانة سهيل بن سعيد بن خيلة العامري إلى مقدمة الشوط، إلى الطيارة التي حلقت في الأجواء مقدمة هذا الشوط مع اليبهوني، مع اليبهوني الله يا الغزيلة، وكذلك الضغوط من سلهودة، سلهودة والغزيلة وجبارة تنضم، هنالك الناموس وين، التحية وين، الله الله الله، سلطان بن علي اليبهوني، ولكن زعفرانة سعيد أو سهيل بن سعيد بن خيلة العامري على المركز الثاني، ثالثا سلهودة منصور بن أحمد بن علي السبوسي، جبارة جبارة جبارة، الله الله الله، انطلقت إلى الزعفران، هذه هي الزعفرانة، وكذلك الضغوطات من قبل سلهودة منصور بن أحمد بن علي السبوسي، وهنالك الغزيلة سلطان بن علي اليبهوني، ولكن بلون الزعفران، بلون الحزام الأخضر، السلام والتحية والاحترام والناموس على فوز زعفرانة سهيل بن سعيد بن خيلة العامري، بينما من احتلت المركز الثاني فكانت سلهودة منصور بن أحمد بن علي السبوسي، وثالث الأسماء هنالك الغزيلة سلطان بن علي اليبهوني، بينما تدخل من رابع الأسماء ما بين جبارة مسلم بن صالح بطرشوم العامري، وخامسا تدخل قوي الحقيقة حيلها إلى لجنة الاختصاص. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء الناموس والتحية والاحترام لهذا الشعار الذي أبدع كعوائد الحقيقة، مالك زعفراني يستاهل الناموس والتحية والاحترام، سهيل بن سعيد بن خيل العامري توقيتها الزمني، توقيتها المنتصر، توقيتها الفائز في هذا الشوط الذي أعداد الحقيقة كبيرة 57 اسم قوي مشارك في هذا الشوط وتحديات وإثارة حتى خط النهاية. التوقيت الزمني من مخرجنا أسامة الهواري واضح على شاشة أبو ظبي الرياضية، وتتزين كذلك باسم زعفران الواضحة على الشاشة. المركز الثاني كان من نصيب سلهودة منصورة بن أحمد بن علي السبوسي، توقيتها الزمني لمصاحبة المركز الأول زعفرانة 6 دقائق 9 ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية. التهنئة لمالك زعفرانة سهيل بن سعيد بن خيلة العامري المركز الثاني اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه، فكانت سلهودة منصورة بن أحمد بن علي السبوسي 6 دقائق 9 ثواني 5 أجزاء، بينما صاحبة المركز الثالث وتوقيتها المميز
ست دقائق تسع ثواني وستة أجزاء. تهانينا والناموس أيها الأخوة لكل الفائزين، تهانينا والناموس لكل المنتصرين من المركز الأول وحتى المركز العاشر شوط آخر برفقة أحد الزملاء الشوط الرابع عشر على البركة والتوفيق.